الفنان محمود المليجي بيحكي عن أغرب قصة حصلت له في حياته، فبيحكي وبيقول: أنا كنت صغير في المدرسة الابتدائية، وكنت في سنة ستة ابتدائي، وكان جسمي قلة كده، وكنت أقل واحد في الفصل، وكان كل زمايلي في الفصل بيجي لهم جوابات غرامية من البنات إلا أنا، كنت غلبان ومحدش بيبعت لي جوابات، ومفيش بنات بتحبني ولا حاجة، فأنا فكرت في فكرة جهنمية إن يجي لي جوابات زي كل زمايلي اللي معايا في الفصل. طب اعمل ايه؟ طب افكر ازاي؟ طب مين اللي هيبعت لي جوابات؟ فقرر انه يبعت لنفسه جوابات. ايوه ما تستغربش، هو قرر انه يبعت لنفسه جوابات. قام عمل ايه؟ بدا يكتب الجوابات بس بطريقه غريبه جدا، طريقه الشفره. بدا يكتبها بالارقام مش بالحروف، يعني حرف الالف قصاده واحد، حرف الباء قصاده اتنين، حرف التاء قصاده ثلاثه، وبدا يمشي كده وكتب لنفسه جواب غرامي وكتب فيه: حبيبي محمود انا بحبك جدا وبموت فيك، ومضى اسم بنت. وقام حط على الجواب ده عطر وعطره كده وريحه وخلاه جميل جدا، وقام حطه في ظرف ازرق وبعته على المدرسه، وفضل قاعد في الفصل بقى مستني البنات ومستني الجواب اللي هيجيله والبنات اللي بتحبه، وكل زمايله هيقولوا: بس ده محمود ده ايه، واد محبوب وخلاص، ده نجوان ومش اقل مننا، وانا كده زيهم ومفيش اي مشاكل. المهم الجواب راح على مدير المدرسه، مدير المدرسه فتح الجواب لقى الجواب مكتوب بالشفره ما فهموش. وفي الوقت ده مصر كانت خارجه من ثورات كتير، منها مثلا ثوره 19 وحرب عالميه وقصه كده، فقال لك: بس الجواب ده جاي بالشفره، الجواب ده فيه تجسس وجاسوسيه ومخابرات، عايزين نمسك الواد ده ونقول لمين اللي بعت لك الجوابات دي، الجواب ده جاي له عن طريق محمود المليجي لحد كبير بيتجسس على البلد. قام المدير قال لهم: هاتولي محمود المليجي من تحت الارض. جابوا محمود المليجي، ولا صغنطوط كده حلو في سنه سته ابتدائي: يا واد الجواب ده يا ولا. قال له: يا فندم ده جواب. قال له: ايه الجواب ده؟ الجواب ده مكتوب بالشفره، انا عايز اعرف قصه الجواب. فطبعا محمود المليجي طفل صغير وبقى خايف ومرعوب، لو كذب وقال ان انا كاتبه على انا اللي كاتبه بنفسي لنفسي هتبقى فضيحه في المدرسه، وزمايله اللي هو عايز يظهر قدامهم دنجوان هيفضحوه وهيبهدلوه، ولو قال ان الجواب مش بتاعي هيبقى بس دخل ولبس قضيه تجسس وقضيه مخابرات، وهيروح في داهيه وهيروح في ابو حديد. فمحمود المليجي يعمل ايه؟ يروح فين؟ يجي منين؟ بيقول لك: انا كنت محتار وخايف جدا ومرعوب من مصيري المجهول اللي هيحصل لي، افضح نفسي واقول انا اللي كاتبه، ولا البس نفسي قضيه سياسيه وانا لسه عيل صغير لا رحت ولا جيت، واقول ان انا اللي كاتبه وخلاص. فالمهم في الاخر خالص بعد محمود المليجي احتار دليله خلاص، اعترف، قال له: يا باشا انا اللي كاتب الجواب وانا اللي كاتبه لنفسي علشان ابين لزمايلي ان انا في بنات بتحبني وابين لهم ان انا ود جوان. قال له: كده ده انت كنت هتلبس نفسك قضيه سياسيه، انت لازم تتعاقب. وخده على الحوش الصبح كده في الطابور، والدنيا حلوه كده، وكل الطلبه بنات وصبيان واقفين في الطابور، ولبسوا الفلكه ومسكوا مدوا على رجليه 25 ضربه على رجليه عشان يعلموا الادب. وبقت فضيحه محمود المليجي في الفصل وفي المدرسه بجلاجل، ولا حب بنت ولا بنت حبته، وزمايله مسكوه طبعا تنمر ونقوره وبهدله. دي اغرب قصه حصلت لمحمود المليجي في طفولته. لو عجبتك القصه ما تنساش اللايك وكومنت وشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.